يدوي. صباح الخير والسعادة من جديد مشاهدينا على شاشتكم، شاشة الوطن الأولى التلفزيون الأردني. بنرحب بكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا من خلالها، ولكل الأشخاص اللي أيضا عم بيتابعونا من خلال صفحة الفيسبوك لصفحة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. بهاي الفقرة وفي ختام حلقتنا لليوم، الختام دائما هو المسك، ويعني رح نتحدث شوي عن الأصالة وعن التراث وعن المطرزات اليدوية والأثواب الشرقية التقليدية. فمعانا اليوم مصممة الأزياء الأردنية الرائعة يسرى العساف. اهلا وسهلا فيك في استوديو يوم جديد، وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم. انا الاسعد والله. كيف حالك؟ الحمد لله. يعني العيد خلص، بس كل عام وانت بالف خير. بخير. ويعني اكيد موسم العيد بالنسبه لك موسم جدا مهم، وتحديدا انه هو بفصل الصيف، ويعني في مناسبات عديده واعراس وحفلات، فاحكي لنا شوي عن اخر تشكيله قمتي بتصنيعها وتجهيزها. والله انا اخر فتره صرت الثواب القديمة، الأثواب جداتنا وأمهاتنا، صرت أجددها. حلو. زي مثلا هيك، يعني هاي اندثرت زي ما بتحكوا. أنا في جبتي جددتيها وأحيتيها. في ستات بطلبوها وبحبوها، والحمد لله يعني كثير كثير ماشية، وشغلي كله على المواسم، سواء خطبة، سواء جاهة، سواء تخريج، سواء أعياد، كل شغلي على المواسم بمختلف المناسبات. نعم. هلا وبعدين بواكب كل الموديلات وكل الأعمار. حلو. من 70 لـ10 سنين. ما شاء الله عليكي. وأنا كمان مثل ما سمعت أنه أنت بتغطي كل المناطق، يعني المطرزات الأردنية كلها. الفلسطينية، السلطية، الكركية، الكركية، العسافية، ما بنزعل حدا، كل المناطق. أكيد أكيد. يعني أنا شغلي أخت شاهد، أنا شغلي تواصي، أي زبون بتيجي بنفذ لها، سواء عن نت أو تجيب لي موديل قديم أو كله، يعني شغلي هيك، يعني بتطلب أني أنا أشتغل كل المناطق. نعم. حسب والشغل كامل بده يكون عليكي، من تطريز يدوي ومن خياطة ومن قماش ومن ألوان. نعم. كله أنت بتختاري بتعمليه. الحمد لله من الفترة الأخيرة الله أكرمني وشريت محل مخيطة وجمعت كل شغلاتي، كل مطرزاتي، كل خياطاتي الحمد لله بنفس المحل. وبدنا نحكي عن شيء كتير مهم، أنه هناك عدد كبير من السيدات. نعم. المنتفعات من هذا المشروع من خلال المشروع هم يعني سيدات محتاجين لمصدر دخل ومحتاجين أكيد. للاكتفاء الذاتي. أكيد. فما شاء الله عليك ست يسرى، مبدعة فعلا. نحن شوي بدنا هلأ نستعرض بعض القطع، وأنا لفتني التوب الأبيض. هذا التوب العروس، توب العروس، توب الحنة، بعدين مودرن و... أكيد في مناكل. نعم. بين إبرتين، وفي فلاحي، فيه تطريز يدوي عادي، كله يدوي، كله يدوي. نعم. نعم. وحتى هدول وشك خرز كله يدوي. نعم. الخرز بيعمل شكل حلو كتير للتوب. أكيد، سواء إذا كان لعروس أو لخطبة، لجاهة، لهيك شيء بمشي. بالغالب هاي التواب بتنلبس بالحنة بالمناسبات. نعم. غالبا. نعم. نعم. الألوان اللي بختاريتها كتير حلوة، هاي الألوان أنت بتختاريها أو الزبون بيختارها؟ والله بتكون الرأي مشترك بيني وبين زبوني. مثلا أنا التشاور مهم كمان. أكيد. هيك قطع. ما بنفذ القطع إلا برأي زبوني كامل، يعني أخذ. حلو. حلو كمان كيف التوب من الآخر معمول بالعرض كله. هلا دائما الخيوط لما تشوفيها مش على التوب، يعني خارج التوب مش مطرزه لسه، بتحسي انه الالوان مش ظابطين مع بعض. أكيد. لكن لما ينحطوا على القماشه ويطرزوا بتحسي قديش في تناسق، قديش في روح حلوه. نعم. طيب عن اي قطعه كمان بتحبي تحكي لنا؟ نحكي عن هاي القطعه شوي. هاي قطعه موديل، يعني اخر موديل، شوفي شركسي، زي الموديل الشركسي، هو كمان يدوي والداخل فيه خرز برضه. خرز بتحبيه؟ حسب الزبون، حسب، مش كل القطع بحط عليها، حسب طلب الزبون بحط. هاي لها كسرات، عفوا، لها حزام ولها شال كمان منها، وفيها نفس النظام. هاي هون عندك الكم بهالطريقة هيك. نعم. والألوان كمان كتير حلوة. هي هاي عندك العباية نجف، هاي بتلبس على بنطلون. على بنطلون. نشوفها. هي داخل فيها الكروشيه اللي هو السناره، والتطريزه شيء بسيط. يعني السناره كمان انت بتعمليها؟ عندي بنات. نعم بعملوها. هاي تطريزه خفيف تروح على البنطلون. هاي الصيفيه يعني بارد كثير. كثير. بالصيف كثير مناسبه بالاجواء الحاره. هاي طرزها بورده، يعني بشغل بسيط اللي هي ورده الجوري. على الخلف كمان لو سمحتي. على الخلف؟ في كمان من الظهر. كمان نفس الشالات.
بدي احكي عن الشالات انا لسه، انك انت بتهتمي بموضوع الشالات كثير. لكل شال، لكل توب او لكل عباي يكون في لها شال من نفس شكل التطريز. شال الكتف يختلف عن شال التوب. نعم، هاي شال الكتف اللي هو النجف، هاي الغرزه المتمنه اسمها، برضه يدوي كلياته. تمسكيها من الجهه الثانيه. ايوه تمام. القطب اللي مستخدميتها بهذا الشال ايش نوعها؟ المتمنه. المتمنه؟ كم من نوع قطبه فيه بعالم التطريز؟ لا، هي واحده. واحده؟ نعم. عندك التوب هذا الكركي. هذا كركي، خلينا نشوف الكرك. تفضلي. هاي من زمان زمان يعني لا يزال موجود، او في ستات كثير بطلبوا هيك موديلات. نشوفه. هي يعني الاسود دائما ملك الالوان. اكيد. في عندك كمان نفس الموديل، عفوا لو سمحتي، بس نستعرض هذا التوب بدايه، خلينا نشوفه. توب الكركي التقليدي. لا. ما زال موجود هذا التوب وانتي عم ترجعي بطوره وبشتغله من جديد الحمد لله. لكن هذا مكان. اي نعم، هذا مكان. هذا مكان. بس كم غريبة شوي. هي اسمها هاي المدرقة. نعم. هاي القطعة لو سمحتي. هذا كمان بروح على السلط. هذا الثوب السلطي. ثوب سلطي وعدواني، يعني بلبس حتى البنات صاروا يطلبوا، الصبايا يطلبوا هيك شغلات، لأنه هذا نشوف هذا قديم جدا جدا التطريز هذا من آبائنا وأجدادنا، هذا الموديلات هاي. رائع، حبيته كثير هذا الثوب. بلبسوه الصبايا، بيحبوا يلبسوه. هاي بنحط تحت قميص، بتختاري من اي لون بالتطريز وبنلبس بنحط تحتي. في عندك كمان بلوزه شيفون. في عندك في بلوزه، نشوف وين البلوزه. تركواز اخر مره. تركواز. هاي كمان او هذا فيست. اي نعم، هذا تطريز ماكينه للصبايا. حلو كثير. كمان البنات المحجبات كثير بتفيدهم، بتفيدهم هاي القطع. حلو. ست يسرى، قد ايه حابه تطوري هذا المشروع؟ لوين حابه توصلي؟ انا والله حابه، يعني عندي طموح اني اعمل عرض ازياء ان شاء الله. ان شاء الله. لانه الحمد لله صار عندي محل وصار عندي كم من العاملات اللي بيشتغلوا معي. نعم. فحابة عندي حلم اني اعمل عرض ازياء ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بتعملي وبتنجحي بزياده، ما شاء الله عليكي. يعني الازياء هلا المعاصره الجديده كيف بتشوفيها مقارنه مع هاي الاثواب اللي بتقومي ب؟ والله في كل قطاع لها زبونها، مثلا في ستات بتطلب القديم انك تطوري، وفي ستات بكون عندهم تطريز من قديم من 20 سنه بيعطوني اياه بطور على اسمه تحديث، بحطه على اقمشه جديده. نعم. بس التطريز ما بروح شكله ولا بروح موديله ابدا. حلو كثير. شكرا كثير لك ست يسرى، انبسطنا كثير بوجودك معنا اليوم بالاستديو. يوم جديد مبدعه. تسلمي. مبدعه ست يسرى.